جاردوري. على الجاردوري، كيف عم تتعاطي معه؟ خلينا نبلش بهيدا الموضوع انطلاقا من هيك خبرتك الشخصيه. والهلا اللي بيبعتوا اولادهم على الجاردوريه ما عندهم العوده باك تو سكول، وهي لانه ما بنوقف جاردوريه يعني جوست بناخذ بريك شي جمعه بقوت هيك اغلب الجاردوريات بلبنان وبنكفي النشاط ثلاث ايام السنه. هلا اذا بدك شخصيا خبرت الشخصيه فينا نعطيها ان شاء الله سنة الجاي لما يفوت على المدرسه. بس يعني في قصه تطلع من البيت العوده أكيد. كمان قد ايه بتأمني له كل هيدي الامور؟ قد ايه بتنتبه بالجاردوري انه عم ياخذ نظام غذائي سليم؟ قد ايه بده وقت انه يموه كمان؟ لان حتى لو بالجاردوري عم بيعملوا له كل هيدا الاكتيفيتي واشياء بتسلي، بس بحس حاله انه محصور يعني بالبيت غير في مملكته الخاصه، في غرفته، في المكان اللي بيرتاح فيه. انطلاقا لكل طلاب باعمار صغيره رجعوا على المدرسه، بتصور لان امبارح الفيسبوك هاليومين كله يعني باك تو سكول، وخاصه يعني اول سنه لاولادهم صورهم على الفيسبوك مع الشنطة ومريول المدرسة والجورد وكل هيدي الأمور. مظبوط إلي، كرمال هيك نحن بنحب نقول شانتال أنا هون. أوكي. انسي الرتور، أنا هون. سنة مباركة للجميع، لكل الأولاد ولكل الأهل بعودة أولادهم على المدارس، وسنة يا رب تكون مثمرة بالخير عليهم كلهم. وبلشنا نشهد العجقة على الطرقات مثل ما شفنا اليوم لأنه الأولاد عادوا لمدارسهم، فاليوم نحن حبينا نعطي إلي إذا بدك للأهل بضع قواعد سليمة منها، مثل ما حكيت إذا بدك قصة التغذية السليمة اللي بتأثر على النمو السليم عندهم، ساعات النوم السليمة كمان، كمان تعرضهم لكل الوسائل التكنولوجية اللي بيصطفوها بحياتهم من تي في وآيباد وحاليا الواتساب يلي هو كمان كتير عم نشهده بمجتمعاتنا. كل هود القصص هيك نعطي فيهم حتى بأول اجتماع بالمدرسة شو القصص اللي لازم نركز عليها، لإذا بدك نرسم هيك الخطوط العريضة لعن جد نحن نعرف شغلة أنه إذا عم نهيئ أولادنا وعم نربي أجيال صالحة يعني بتتمتع إذا بدك بعقلية سليمة بجسد سليم، نحن كمان هود أولادنا مش لقلنا، نحن بنعرف أنه أولادنا أولاد المستقبل، أولاد لبنان، ولبنان بحاجة لهيدا الدم إذا بدك الدم الجديد يلي عن جد نحن كلنا ناطرينه بشغف لنحمي شبيبتنا من كل القصص يلي معقول تتعرض لها من إغراءات ومن انحرافات بالحياة، لعن جد يوقفوا ويقولوا أنه لا نحن ما بدنا حضارة الموت، بدنا حضارة الحياة. يعني نحن بس حبينا نقول للأهل أنه انتبهوا، ولادكم مسؤولية، ربون منيح، خذوا القواعد السليمة بحياتكم لأنه أنتم مش بس عم بتربوا ولادكم لألكم، عم بتربوا ولاد أجيال هي أجيال الغد، هي أمل لبنان بالنهاية، وإلا لبنان رح يبقى مثل ما عم نشهده دايما بكل الأزمات والصراعات فيه على مختلف الأوجه. يعني شانتال اللي قلتيه كتير حلو، بس بتصوري يمكن هلا الولد كل همه هو حضن امه، يضل عنده هيك بيئه حاضنه، ما يحس بالخوف، ما يبلش يمكن يكره شيء بالمدرسه، يمكن المعلمه او اي تلميذ ممكن يخليه يعمل هالرفض انه يروح على المدرسه، خاصه للاشخاص اللي بيروحوا اول سنه وللاشخاص اللي جايين من عطله صيف، يعني ثلاث اشهر كان صيفيه حافله. اذا بدنا نبلش بالبدايه طبيا شو فينا نعمل؟ إلي بس لنقول نحن هون كمان إذا بدك ما عم نتوجه يعني للأعمار الكتير كتير صغيرة، كمان قصدنا عن الشبيبة وعن المراهقين يلي كلهم بيروحوا بيقصدوا مدارسهم. هلا إذا بدنا نحكي بالبداية عن هيدا الموضوع، نحن بنعرف إنه مدارسنا وكتر خير الله هيدا نعمة صار فيها، صار ملزم إنه يكون فيها انفيرميير بسيكولوج يلي هي معالجة نفسية، إذا بدك كمان أسيستانت سوسيال، مساعدة اجتماعية، وإشراف طبي من قبل حكيمة معين، هو كلهم يشتغلوا إذا بدك على صعيد وجروب واحد كأيد وحدة ليكونوا عم يخدموا أهل الطلاب ويرفقون كل السنة الدراسية. كرمال هيك بداية مهم بأول اجتماع بتعمله المدرسة أنه أنا كأم روح وقول أنه مثلا إذا ابني بيعاني من مرض معين بيتطلب أنه ياخد أدوية معينة ما في وقفها، الديورال كور يلي عم ياخدون هو الأدوية بيتطلبوا أنه ينحطوا بمكان بارد مثل البراد، كمان
وصل هودي الشغله لهيدا الاكيب المسؤول عن هيدي القصص الصحيه بالمدرسه. حتى مهم كثير قالي بتعرف اوقات بالمدرسه الاولاد بيروحوا راسهم كثير عم يوجعهم، بدهم دواء، بدهم كلمه معين مسكن للوجع. كمان مهم نحن نعرف قبل ما نعطي الادويه او حتى الطبيب قبل ما يعطي حيلا دواء يعرف اذا هالطبي او هالصبيه بيعانوا من الرجيع على الدواء يلي معقول يعطيهم. كمان هلا نحن بموسم فبتعرف في فيروس كتير والولاد كتير بيعدوا بعضهم بالمدارس، لازم ننتبه كتير نحن كأهل أنه نكون اللقاحات كلها أخذوها أولادنا. خلينا نعرف شغلة كتير مهمة أنه حتى شبيبتنا بعمر المراهقة ما نقول أنه خلص خلصوا لقاحاتهم، اللقاح ما له عمر، اللقاح في كتير لقاحات بتمد معنا لمدى الحياة وبدها ربال. فكتير مهم أنه ننتبه على أولادنا، ونحن بنعرف أنه طبيب الأطفال بيرافق أولادنا حتى سن 18 سنة، فكتير مهم انه نستشيره. حاليا عم نشهد يلي هو ابسط شيء الجريب اللي اذا مثل ما عم نشوف او يعني في كبار على صحه السلامه بيعملوا فاكسان تبع الجريب، يعني عم والفاكسان تبع الجريب بعد ما وصل على الاسواق اللبنانيه، بعد ما وصل على الاراضي اللبنانيه. كرمال هيك بانتظار وصوله علينا انه نتوقع، ولما يوصل انه نعمله لاولادنا او نخلي عن جد نحترم هيدا الشيء اللي بنسميه الدفتر الصحي ونكون متممين لهم كل شيء. هلا اذا بدك نحكي عن الشنطه يلي هي بتبقى بتشوف الولد رايح على مدرسته والشنطة أتقل منه. هلأ في مدارس ومشكورة عم تعمل بالصفوف كازيات، كل كازية لولد معين، هيدا الولد بحط في بقلب الكازية تبعه القصص يلي بده يلي مش عايز يخدها على البيت، وبياخد الكتب يلي عايز يدرس فيها بالبيت. هيك منكون عم نخفف عليه. ولكن نحنا كمان منقول للأهل أنه انتبهوا، علموا ولادكم يحملوا الشنطة على الكتفين. بتلاقي الولد رايح حاملها على كتف واحد ماشي كلون سنسلة الظهر وهيك أركي، مش منيح يحملها على الكتفين. كرمال أول شيء هو يمشي بطريقة سليمة متوازن هو وعم يمشي، وكمان كرمال العمود الفقري ما نكون عم نعمل ضرر بالعمود الفقري. وفي شغلة هلأ عم بيشددوا كتير عليها أطباء الأطفال وحتى أطباء الأورتوبيدية اللي هن الأطباء العظم، ننتبه كمان لأولادنا وقت نكون عم نحممهم أو عم نساعدهم باللبس، لأنه هيدي المشكلة إذا اكتشفناها مبكرا العلاج لها كتير أسهل من ما نتركها ونكتشفها بعمر المراهقة عند أولادنا. نوقف من وراهم ونشوف إذا الأكتاف عندهم بطريقة متوازية، يعني شوف أنا إذا عنده ابني أو بنتي كتف أعلى من كتف، أو حتى إليه بس يطبوا الأولاد هيك، نشوف كمان إذا أكتافهم متوازية. إذا لا هون كتير ضروري وكتير الأمر طارئ أنه نتوجه عن طبيب الأطفال يلي هو بدورنا أكيد رح يطلب استشارة طبيب عظم، لأنه معقول يكون يعاني الولد من شيء يلي هلأ كتير عم نشوفه بمجتمعنا اسمه سكوليوز وبما يعرف بالعوجاج بالعمود الفقري. فهودي قصص كمان لا ننتبه لهم. كما انه اذا لقينا ابننا مثلا صار بعمر منيح شي 8 9 سنين عم بتأتئ، حسيت انه انت عم بتدرسه كتير عم مهلك وما عنده قدره الاستيعاب، اليوم خلينا نقول للاهل، وفي كتير اهل بيستحقوا انه انا بدي اخذ ابني عند مقوم نطق، او اذا كان مثلا عم بيعاني من حيلا مشكله بدي اخذه عند معالج نفسي، خلينا نقول للاهل انه ما بيصح بقى نفكر هيك، هيدا مش تفكير سليم. هيدا الاختصاصات كلها وجدت بمجتمعنا لترافق أولادنا من هن وصغار، لأنه فيها تكون الشغل كتير بسيطة إذا اشتغلنا عليها على صغر ما تكبر معه وما تعمله بعدين عقد للولد بحياته. فننتبه كتير، يعني أقدر من عمر صغير أكيد، بس حتى لو تقدم بالعمر بيضل في حال تلقى العلاج ممكن يتخلص أكيد من هيدا المشكلة أكيد. بس لأنه بمجتمعنا اللبناني قالي أنه بعد هيدا القصص إذا بدك منستحي فيها أنه أنا بدي مقوم نطق اخذ ابني لعنده، او انا بدي اروح عند بسيكولوج، فلا هيدي قصص طبيعيه. وبتعرف بضغط الحياه يعني الاهل مضغوطين والاولاد عم ينضغطوا عم بعيشوا ضغط نفسي مع اولاد مع اهاليهم، فما نستحق انه نحن بحاجه لهيدي الاختصاصات تنسعف اولادنا. على كل حال كنت عم تقول يعني بالمدارس اليوم صار في عندهم اصحاب اختصاص، بتصور يمكن هيدي المشكله خفت، بعدها موجوده بنسب متفاوته من منطقه لمنطقه حسب كمان يعني اذا بدنا نقول يعني ليفل المعرفه والثقافه عند الاهالي اللي بيتابعوا شؤون اولادهم، بيكونوا دائما على اطلاع يمكن من خلال المطالع او متابعه برامج مثل هالنوع البرامج اللي عم نقدمها
عبر شاشة الاو تي في. إذا بدنا نحكي شوي عن يعني أهمية الأكل وانتظامه بوقت الريكرياسيون ليقدر الولد ياخذ ممكن يكون 10 دقائق في مدارس، يمكن الفرص بتكون كثير سريعة لأن دوامهم عندهم 8 ساعات، يعني قد إيه كمان هون الغذاء مهم، نوعية الأكل شو ياكل، وهيدا بنحكيها دائما مع ضيوفنا، يعني مع نيكول مفطوم ومع كارلا فارتانيان ومع بشارة حول هيدا الموضوع ليقدر كمان يساعدهم، لأن يعني تشغيل الفكر بيحرق وبده كمان طاقة، من وين بنقدر ناخد هالطاقة ونستمدها؟ مظبوط إلي اللي عم تحكيه كتير صحيح. نحن هون إذا بدك أخصائيين التغذية هن بيقدروا يفيدوا أكتر بهالمجال، ولكن نحن ما نحكي إذا بدك من الناحية يلي يعرفوا الأهل فيها أنه الغذاء السليم عن جد بالعقل، إذا بدك كمان العقل السليم بالغذاء السليم. أنا ابني إذا أو بنتي إذا كنت عم غذيهم منيح، يعني هن عن جد عم بعطيهم طاقة ليقدروا يفكروا لنموهم العقل يكون منيح. كرمال هيك بعجقة الحياة أوقات والمدارس، بتعرف في مدارس ببلشوا كوراتهم على 7:30، الأهل بيبقوا خاصة الأم إذا عندها أكثر من ولد بالبيت يمكن بتوعى مكركة بمزبوط، لكن نحن منشدد على دايما أنه بليز احترموا وقت الترويقة، يعني ما تحرموا الولد من الترويقة، لأنه مثل ما تفضلت وقلت الترويقة هي اللي بتعطيه النشاط للنهار، هي اللي بتخليه يركز. يعني إذا الولد راح وما أخذ وجبة الترويقة ما ننطر منه أنه معقول يعطينا نتائج حلوة، بيعطوا هيدا هو الغلط. يعني الترويقة ما نحرم الولد يلي هن بعضهم مثلا اولادنا لعمر 6 7 8 سنين لازم ياخذوا الفنجان الحليب تبعهم مع كورن فليكس مع ترتين الاهل بيختاروها من اجبان وقلبان والى ما هنالك. ومثل ما عم تقول الي اذا انا عمر ابني 5 6 سنين ليه بدي اعطيه مصاري؟ مش محبس اعطيه مصاري لانه اذا راح اشترى منقوشة سافا نص مصيبه، بس في منهم شو بيروحوا بيشتروا شوكولا وبيقضوا نهارهم شوكولا وتشيبس. ونحن بنعرف آفة المجتمع هلا هي السمن الزايده عند اولادنا، لانه اغلب اكلنا صار بيعتمد على الفاست فود بما انه كل الامهات عم يشتغلوا. كرمال هيك لا نعطيهم ترتينات، اذا في وقعتين اذا في حصتين بريك نعطيهم ترتينات الاهل بيعملون مع حصص فواكه احلى ما يكونوا عم ياكلوا هول قصص. بعدين عن جد كثره السمنه لبعدين بنعرف انه بتؤدي لامراض مشاكل قلب ومشاكل شرايين والى ما هنالك، وبس يرجعوا على البيت ياخذوا طبخه كامله من طبخاتنا اللبنانيه ما يكونوا كمان عم يستهلكوا كل فاست فود. فبس الأهل يعرفوا أنه عن جد ينتبهوا لغذاء أولادهم، لأنه اليوم ما فيهم يتقدموا بالمدرسة وما فيهم يعطوا نتائج حلوة إذا ما كانوا عم يتغذوا مظبوط. رجعوا من المدرسة في الغداء، قد ايه مهم كمان أنه ياخذوا هيدي الحصة الغذائية ليعوضوا كمان كل المجهود اللي قاموا فيه خلال دوام الدراسة، وبالتالي ينطلقوا بتحضير الدروس والفروض المطلوبة منهم. عم نحكي هون بأعمار يعني صرنا تقريبا دوزيام وما فوق، بلشوا يعطون شوية هيك كتيبة ودروس. الولد بيجي دغري يعني صار بيجي قبل الأكل بفوت على يعني كل شيء آيباد وكل هيدي القصص لا يلعب لا يتسلى. البعض كمان يعني بيستعمل السوشيال ميديا ليحكي مع أصحابه ليشوف شو فاته قصص خلال هالساعات اللي كان مضاها بالبيت. قد ايه هون يعني الأهل بيقدروا يفرضوا على أولادهم نظام معين يلتزموا فيه حسب التوقيت من إلى إلى إلى، بنفس الوقت يعطوا حقه للولد من الراحة، يمكن بده ينام بعد الغداء أو أنه يلعب شوي ليرجع يفوت بأجواء الدرس عن جديد. مظبوط. نحن اذا بدك نحكي اللي بالوسائل كل شيء تكنولوجيا هو سيف ذو حدين، يعني اذا نحن خلينا اولادنا كثير يستعملوا رح يصير عندهم نوع من الادكشن من الادمان عليهم، وهذا الشيء اكيد ابدا مش مطلوب. يعني الولد ليوصل على بيته للساعه 3 لايام بيقعد مثل ما قلت بيفتح التيفي بتصير الام بدها تلحقه على هو بأوضة التيفي للطعمي، هذا الشيء كثير غلط ابدا ممنوع تلحقه. نحن قاعدين على طاوله السفره من المفروض يحترم هيدا الوقت المقدس للعائلة تجتمع على الغداء ومش منلحقه على التيفي، يعني
كمان نحن كأهل لازم نكون صارمين، والقواعد اللي بنحطها بالبيت يعني الأم والبي هن الليدر بمحل معين، يعني كأنه هيدي بيتهم هن السفينة وهن الكابتن. مظبوط، هلا لازم يكونوا ياخذوا ويعطوا، أكيد دائما في حوار بينهم وبين الأولاد، ولكن لازم في قواعد معينة رح يحطوها لسلامتهم. يمكن هلا الأولاد ما تفهم هيدا الشيء، ولكن بس يوصلوا لعمر متقدم وبدورهم هن يصيروا كمان أهل رح يتشكرون لأنه تصرفوا معهم بهيدي الطريقة. كمان إذا بدنا نحكي إلي عن التيفي، يعني التيفي أول شيء منصح الأهل ما يحطوه بأوضة الأولاد. في كتير أهل بيقولوا أنه ما علي ما بيخلونا نحضر شيء لنرتاح من نقهم ويخلينا نحط لهم إياه بالأوضة. أول شيء بيكونوا عم ياخذوا من وقت نومهم، من وقت راحتهم. ثاني شيء بيكونوا عم ياخذوا من وقت دراستهم. بعدين ما ننسى اليوم إلي نحن عم نراقب أولادنا شو عم بيشوفوا. في تشانلز لازم نعمل لهم بلوك بالبيت، في ستات لازم نعمل لهم بلوك. اليوم ابن ال 12 سنة أو بنت ال 12 سنة يمكن بيفهم أكثر منا بكثير، لأنه اليوم أولادنا كثير منفتحين، وبتعرف بعصر العولمة والإنترنت كل شيء صار بين إيديهم. فنحن هل عم نراقب هالشيء؟ بعدين بتلاحظ أطفالنا الصغار حتى الأولاد اللي بيروحوا على الجاردوري، يعني هي عن خبرة شخصية. مثلا أنا ابني مهووس بضل بده ماما بيستولي وماما إيبي، بده السيف وبده، يعني بتحس عم حتى بالكرتون يلي عم يحضرون عم بيسخفوا لهم العنف. يعني صار الولد عم بيشوف إنه العنف ما لأنه يعني بيقبله، بس يكبر رح يقبله. بزيادة نحن عن جد الأوضاع يلي عم نعيش فيها أولادنا، والأوضاع إذا بدك الأبس والدونز اللي عم نعيشهم بلبنان، كمان هن عم يجوا بالإعلام عم بيقولوا لهم إنه ما عليه. يعني بتشوف الولد إذا عصب هو صغير، إذا عصب من رفيقه بيحمل الكف وبيصفقه، إنه بنظره هيدي رياكسيون طبيعية. علينا نحن كأهل نقول لهم لا، إنه وقفوا، إنه بعد في قيم. يعني نحن صرنا للأسف عم نقول للأهل يحموا أولادهم، لأنه عم نفقد القيم الروحية، عم نفقد القيم الاجتماعية. عن جد صارت حضارة الموت عم نغذيها بأولادنا يمكن بطريقة غير مباشرة. مظبوط نحن كأمهات، وكمان هيدا شيء بحكيه وأنا معنية فيه، إنه منشتغل وكل شيء، ولكن بيكفي نكرس نص ساعة لأولادنا لعن جد نكون عم نحميهم من أنه ما نعتقد أنه نحن إذا أعطيناهم بالمادة منقدر نعوض الحنان يلي هن عن جد بحاجة لألهم لنحميهم من الضياع لبعدين. شانتال، من فترة كنت عم بحكي مع الصبايا قدي نحن هيك، يعني إن شاء الله نكون عم ننجح بأن هيك ننشر هيدا التوعية، ونحن منستفيد من خلال ضيوفنا والمشاهدين بيستفيدوا. بس أوقات تنوضع بظرف، يعني طلبتي كل شيء تسقفتي وكل شيء تعلمتي. كنت عم تقولي انه عن الولد انه بيضرب رفيقه، ما اليوم اول شغله اذا حدا ضربك اضربه، يعني هيدا اول شغله اول توصيه من الاهالي. وبيعملوا مشكل مع الاداره كلها سوا في حال يمكن اي ولد صار هيك في سوء تفاهم وحدا ضرب الثاني، وبتعلق العائلتين ببعضهم. وعشوائي بدنا تدخل يعني امميين حتى يحلوا المشكل. على كل حال، يعني دائما التوعيه لابد من انه نحكي فيها، حتى لو كررنا المواضيع من سنه لسنه، من اسبوع لاسبوع، بضل في يعني اشخاص بتتفاعل مع هيدا الموضوع. ان شاء الله نحن بنتمنى هيك بدايه سنه دراسيه موفقه للجميع شانتال، وتكون على جميع الاصعده، على الصعيد الصحي التربوي وال يعني كل الامور الترفيهيه، حتى لان الولد بحاجه لها مهما كان عمره، بحاجه شوي انه يرفه يخفف كل هيدا الستريس اللي قضاه بالمدرسه. ميرسي لك شانتال سعاده، يعطيك الف عافيه. بنتابع نحن وياكم مشاهدينا استقبال ضيوفنا مباشره بعد البريك. خليكم معنا.